وبالتاكيد كلامنا في الكره العالميه لسه متواصل، من الدوري الانجليزي للاسباني لدوري الابطال، كلام كثير جدا الحقيقه. مع الاستاذ الناقد الرياضي طبعا الاستاذ محمد همام، برحب بيه في البدايه. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا دايما. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على الاستاذ هواند، وان شاء الله يوم جميل ان شاء الله على جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. صباح الهنا استاذ محمد. وبص انا عايز ابدا معاك اولا كده سريعا بفكره التحكيم تحديدا في الدوري الانجليزي والواقعة الغير مسبوقه شويه، خلينا نقول برده بتحصل اخطاء تحكيمية، لكن ما اتكلم عن الدوري الانجليزي وخطأ زي ده، لا في حاجة مش مظبوطة، ايه اللي حصل؟ هو سيمون هوبر يعني هو حكم مثير لجدل شوية، لانه كان حكم مباراة ليفربول برضو مع مانشستر سيتي الموسم اللي فات في الدور الثاني، ووقع كانت طرد رودري ما طردوش، ونفس الواقعه دي حصلت مع جوتا في مباراه توتنهام الاخير، ان من خلال هو اداله انذار وبعدها اداله انذار تاني فطرده. في ماتش السيتي برضو رودري اخذ انذار، بعدها بدقيقه عمل مخالفه مع جوتا كانت برضو المفروض ياخد فيها انذار، لدرجه ان لعيبه ليفربول راحت احتجت للحكم وما ادالوش انذار ولعب عادي. فالنهارده الواقعتين متشابهتين، طب ايه السبب؟ يعني ايه الفكره ان انت النهارده عملت كده؟ طب وانت ما عملتش ليه كده مع جوتا؟ حتى بنقول حتى يعني ايه يعني روح اللعبه شويه برضو، ان انت لسه مديله انذار، طب خلاص ممكن تعديها، خصوصا ان انت مدي طرد في الشوط الاولاني وشايف ان الماتش مشدود، طب ايه الفكره في كده؟ فدي كانت يعني نقطه من النقط. نتكلم على طبعا جون لويس دياز، كان جون طبيعي 100%، مش محتاج ان انا اصلا ارجع فيه للفار. النهارده حكم مساعد المفروض يكون مركز وعارف النهارده ان هو واقف صح، فارفع الرايه ليه؟ خصوصا شفنا الاعاده ان هو ما رفعش الرايه في الاول، لا ده هو استنى خالص لحد ما جاب الجون. طب خلاص يعني انت مفيش حاجه، طب انت ايه اللي خلاك ترفع الرايه؟ الفار يقول لك في مشاكل ومش مشاكل، وبناء عليه الاتحاد الانجليزي او لجنه الحكام بالتحديد بيان رسمي ان هو بيعلنوا بجون صحيح 100%، بجانب ان في عقوبات حصلت على الحكام بالفار ان هم مش هيكونوا متواجدين في مباراه تشيلسي وفولهام، بجانب مباراه امبارح نوتنغهام فورست وبرينتفورد. فكانت طبعا بيان رسمي صدر من ليفربول في الساعات الاخيره، وان هم كانوا مش راضين بالقرارات بتاعت لجنه الحكام بالزبط. بالعكس هم كمان شايفين ان ممكن يصعدوا الموضوع، وده حقهم، لان النهارده انت ماتش زي ده انت ممكن تضيع عليا دوري، وده فعلا حصل من سنتين فاتوا في مباراه توتنهام بالتحديد، وبرده كان كوره ما بين هاري كين وما بين روبرتسون، وكان المفروض هاري كين يطرد تمام، والماتش خلص 2-2 وليفربول خسر الدوري بفارق نقطه مع مانشستر سيتي. فالنهارده انت ما بتحمينيش، لا انت النهارده مفيش عداله تحكيميه في دوري انت بتقول عليه اقوى دوري في العالم. غريبه جدا فعلا. طبعا يعني بتكون فعلا احنا شفنا المباراه كان فيها جدل كبير جدا، لكن الوضع ممكن يتغير بالنسبه للمباراه مع الخطا الكبير للحكام. طبعا احنا بنتكلم بره ما بنتكلمش هنا، امتى ممكن يتدخل يبقى في تدخل قوي وحاسم من لجنه الحكام او من الاتحاد بشكل عام بالنسبه للدوري الاوروبي عامه او الدوري الانجليزي تحديدا؟ صحيفة ليفربول إيكو، وهي الصحيفة اللي تعتبر الصحيفة شبه الرسمية ليفربول، يعتبرها أن هي الصحيفة المقربة لنادي ليفربول، قالت وأعلنت أن ليفربول اعترض على البيان، بل بالعكس هو طالب بتغيير في نظام التحكيم ومستوى التحكيمي. وزي ما انا ذكرت من شويه ان انت بتتكلم ان دوري اقوى دوري في العالم، ما ينفعش يكون مستوى التحكيم بالشكل ده، وده حق طبيعي وحق مشروع، ومش ليفربول بس، انت بتتكلم في انديه البريمير ليج كلها. ان النهارده انت ما بتحمينيش، بالعكس انت النهارده ضيعت عليا قد يكون نقول فوز او تعادل على الاقل. انت النهارده يعني انت داخل المباراه اصلا كنت ممكن تتصدر الترتيب الدوري الانجليزي بعد خساره مانشستر سيتي من ولفرهامبتون، وانت النهارده بدل ما كنت في مركز اول لا انا بقيت في مركز رابع. طب النهارده انت عاوز ايه بالظبط؟ فانت بناء عليه دي مش اول جدل تحكيمي، احنا شفنا في بدايه السيزون من مباراه ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، حتى بعدها يورجن كلوب اتكلم قال طب ما هو انت النهارده بتعتذر او بتقول في احقيه جول، طب النهارده طب ما ده حصل مع ماتش ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، ايه اللي حصل؟ المباراه انتهت لمانشستر يونايتد واخد الثلاث نقط. فالنهارده انت بتتكلم حضرتك ان ده ثاني قرار مثير للجدل، في احنا لسه بنتكلم في 7 جولات، طب النهارده انت هنعمل ايه في الاسابيع الاخيره؟ لا النهارده يعني انت بتتكلم في فرق ممكن نقطه تفرق معاك في تتويج دوري وتفرق معاك في هبوط. طب بس سؤالي بقى، لما هنا بيكون مش هنا، خلينا نقول الاول في دوري الانجليزي يكون في خطا تحكيمي، بيكون في محاسبه حقيقيه موجوده على ارض الواقع، لما اجي اقارن في المنطقه عندنا تحديدا في مصر الاخطاء التحكيميه الى حد ما في الفترات اللي فاتت بنتكلم عنها، لكن ما بنشوفش محاسبه حقيقيه ولذلك هي مكرره.
فيمكن ده الفرق اللي ممكن يعمل نتيجه شويه. طبعا باستثناء دلوقتي الوضع مع بيريرا اكيد في اختلاف كبير جدا وفي محاسبه شديده جدا وغيره، لكن هناك الكلام ده ما بيعديش، الكلام ده بيقلب الدنيا والصحف بتتكلم وبيبقى في اعتذار او بيبقى في عقوبه. يعني مبدئيا يعني خلينا نتكلم النهارده في بيان طلع بعدها مفيش ساعه، بيان طلع رسمي وبعدها بتاني يوم بيان تاني طلع بمحاسبه الحكام في مصر. في نقطه جدليه ونقطه يعني كارثيه، النهارده حكم غلط، مصادر يقولوا الحكم هيغيب. طب يا جماعه، طب احنا عاوزين نعرف هو فعلا هيغيب ولا لا؟ طب لا، ده هيحكم في ماتشات الدرجه الثانيه. طب ده قرار كارثي يعني، وانا عشان خاطر اعاقبه خليه يحكم درجه ثانيه اللي هو يعتبر دوري مهم اصلا كمان. فهو النهارده احنا النهارده عمالين نقول لا ده فلان قال، لا ده فلان قال. طب احنا عاوزين الجهه الرسميه تعلن وتقول ايه اللي حصل مع الحكم. لا، احنا بنعرف عن طريق مصادر، وممكن يكون القرارات زي ما بيقولوا كده بالونه اختبار، هنشوف هيحصل مع الحكم ايه وهنشوف الناس هتعمل ايه. زي في مباراه احدى المباريات في الـ في الـ في, الـ في الجوله اللي فاتت بالتحديد في الجوله الثانيه، تمام، النهارده قال لا ده هيبقى في قرارات مع الحكم. طب والحكم النهارده لو فعلا هيتعاقب اعلنوا قولوا هيتعاقب بالظبط. لا، في انجلترا طلعوا قالوا لا في عقاب للحكمين الفار ان هم مش هيكونوا متواجدين في اخر مباراتين في الجوله، وخلاص عرفنا ان حصل معاهم ايه، وبناء عليه في بيان رسمي صدر من نادي ليفربول على القرارات. احنا هنا في مصر لا، احنا النهارده بنشوف النهارده هيعمل ايه مع الحكام، وبناء عليه احنا هنشوف النادي والجمهور هيكون رد فعلهم ايه. فالنهارده في فرق كبير جدا 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 ما بين القرارات والشفافيه بمعنى اصح، وهنا ان احنا بنعرف عن طريق يعني فلان قال فلان. لا، فين الجهه الرسميه اللي هتعلم وتقول ان الحكم هيتعاقب او مش هيتعاقب؟ نفس النقطه وفي نفس المباراه الحقيقه، لان 9 لاعبين ليفربول ده كانت فيه صعوبه كبيره جدا الحقيقه، كانوا ابطال وشكروا. يعني 2-1 قدام توتنهام في 9 لاعبين ده كانت صعبه جدا جدا، بعدوا عن القمه، لكن شايف ان ده اثر عليهم المباراه دي، اثرت عليهم نفسيا او خلتهم يبعدوا شويه؟ هو عموما سلسله المباريات اللي جايه ليفربول صعبه جدا، نتكلم في توتنهام نتكلم كان الهدف حتى معانا. بص الشكل العام كمان بقول لحضرتك، انا لما الكره اتعادت انا قلت هو اصلا محتاجه فار في ايه؟ يعني المفروض الحكم واضحه كره واضحه خالص، خط الابيض بعيد جدا. وبعدين النهارده انت رجعت للفار، طب انت الفار النهارده انت يعني طب انا فايده الفار ايه بالظبط؟ يعني انت طب انت عملت الفار، طب ماشي اهلا وسهلا، عملت ايه بقى؟ ايه الفكره؟ انت النهارده ظلمتني برضو يعني، بدل الخطا خطأين وانت كملت الماتش عادي. طيب النهارده الكره زي دي يعني فيها ايه؟ انا مش شايف فيها اي حاجه خالص بصراحة. خالص فيها خالص. ليفربول ظلم، لا ليفربول ظلم، وفي بيان كمان كان بالعربي تالي لو نعرضه يا جماعه بليز برضه هيبقى كويس. بيان البيان انت اتكلمت عليه الحقيقه. ما هو فعلا يعني وفي اخر جمله صحه هدف طبعا ويس دياز. اتفضل يا استاذ محمد. يعني في اخر صدور رجاله الحكام تحقيقا شاملا في الظروف التي ادت الى ارتكاب في اخر فقره الارتكاب هذا الخطا، سوف يتم التواصل مع ليفربول من نهايه الجوله للاعتراف بالخطا. طب انا استفدت ايه؟ بس كويس انهم اعترفوا. ما هو ماشي، في ناس ما بتعترفش. طب ماشي، في ناس ما بتعترفش يا استاذ محمد. طب انا اعترفت، فانا برضه استفدت ايه الاستفاده اللي انا استفدتها؟ ما هو ده السؤال. يعني اولا في فارق ما بين هناك وهنا، ان هناك بيبقى فيه برضه اعترافات بالخطا، هنا لسه شويه ما بيبقاش فيه. مش في كل الدول، مش هتكلم بس في مصر، مش في اعتراف بالخطا، لكن هنا في اعتراف بالخطا تم. طيب الستيب اللي بعد كده فعلا، هل مثلا هيكون في مباراه معاده ولا هيكون في خلاص؟ فالوضع كده كده خلاص هيكون في محاسبه بقى، خلينا نقول هذا الحكم ان هو هيتم معاقبته، لعله وعسى يكون زي ما بتقال كده قرار رادع بعد كده ان ده لا يتم. لكن هو كده كده اصلا التحكيم هناك مش بيحصل فيه ده كامل بشكل كبير. يعني معروف عن الدوري الانجليزي اثاره متعه، لكن التحكيم الانجليزي لازم يكون تحكيم جدلي. وزي ما انا ذكرت لحضرتك نفس الحكم وقع مشابهه في مباراه طرفها ليفربول، بس بنسب مش كبيره يا استاذ محمد. بص هقول لك حاجه، يعني احنا لما بنشيل نشوف في فاولات او في ضربات الجزاء، احنا في مصر هنا في لمسه بتاع ممكن تتحسب فاول، انت ممكن كتف لاعب يعني مثلا في مباراه فاركو والمصري كوره ما فيش حد يختلف عليها خالص ان هي تتحسب ضربه جزاء. ممكن نشوف اصلا ده كان وقتها حسين السيد تقريبا صحيح نفس ضربه الجزاء ومع سيفتري، وفي الواقع ممكن تكون متشابهه في الدوري الانجليزي وبرضه ما بتتحسبش على فكره. فعلا
يعني انا افتكر ان في مباراه السيزون اللي فات في بين ليفربول وفولهام في الجوله الاولى الماتش 2-2 تمام، الكوره كانت ضربه جزاء واضحه وما اتحسبتش تمام. فهو احنا بقول لحضرتك ان التحكيم الانجليزي عموما هو تحكيم معنى اصح بيبقى فيه بعض الشيء جدلي بعض الشيء، لكن النهارده هو عموما طلعت البيان وقدمت الاعتذار، وبعد الاعتذار ليفربول رفض الاعتذار. طب ايه بقى حقه بصراحه؟ انا من حقي فعلا، انت ظلمتني، ودي مش اول مره مع الحكم ده، انت قبل كده ظلمتني برضو في مباراه كان ممكن لمانشستر سيتي يكون مطرود منه لاعب واقدر استفيد من النقص العددي. هل حصل اي عقوبه عليه ولا لا ما كانش فيه؟ لا بس كانش مجرد فيه. برضو لا ما كانش فيه اي عقوبه اعتراض عليه. والحقيقه المتضرر الوحيد بيكون الفريق، سواء ليفربول سواء توتنهام وجماهير الفريق، خلي بالك اللي بيتحرق دمها اكتر. صحيح كان حكم يعني الصراحه كان يعني انا مش عارف، ويعني انت النهارده طلعت كذا قرار. طب انت النهارده يعني شايف ان انت كنت فعلا في المستوى، وخصوصا انت في مباراه يعتبر اهم مباراه في الجوله. طيب قبل ما نقفل ملف التحكيم، خلينا برضو نتكلم عندنا شويه، لان الوضع حاليا مبشر. لو هتكلم على اللي فات، لا انا كنادي اهلي ضاع مني قبل كده 2 دوري، مش هخش في التفاصيل يعني، ده رايي الشخصي. ولكن الملف التحكيمي بقى لنا فتره كل شويه عمالين نقول عايزين نحسنه. طب يا جماعه لجنه الكوره، طب يا جماعه القائمين على كره القدم المصريه وغيره، طب نجيب محكم من بره، جه الراجل تجربه فشلت رغم ان هي نجحت في دول تانية خالص، استعنا ببيريرا راجل جه قعد فتره طويله الموسم اللي فات بيبص بس ايه اللي بيحصل، بعد كده قال لك انا ابتديت دلوقتي شغل. بصراحه الموضوع بروميسنج جدا وواعد جدا، الراجل ده فعلا عنده خطه بتحصل. هل احنا نقدر نقول ان في الفتره القصيره القادمه ممكن يكون أو تكون مصر فعلا من الدول اللي عندها تحكيم جيد إلى حد ما بالمعايير العالمية؟ في البداية نتمنى كده، احنا كلنا بندعم المنظومة وعاوزين المنظومة بتاعتنا تنجح، وعاوزين الدوري بتاعنا يكون من أهم الدوري في المنطقة. لكن النهاردة لكن دي بقى اللي بتزعل. ما هو لازم النهاردة طالما أنا دخلت وعاوز أشتغل، يبقى لازم أحط نقط ومعايير همشي عليها والكل هيلتزم بيها، كبير وصغير لازم بكده. النهارده شايف ان في عقوبه، يبقى العقوبه بتكون معلنه زي ما انا بعلن بالظبط لجنه العقوبات لما بتعلن عقوبات على الانديه او على اللعيبه او المنظومه عموما. النهارده الحكم من ضمن المنظومه، يبقى انا لازم اعلن واقول والله لا الحكم ده كان صح او الحكم ده غلط. واحنا كنا بنشوف ابسط شيء كلاتنبرج يطلع في فيديو يشرح الحالات التحكيميه ويقول لا ده فعلا كان صح او كان غلط، وده اللي لازم يحصل علشان كمان اللعيبه او الاجهزه الفنيه تكون عارفه. النهارده انا كجهاز فني او لعيبه بيتعمل لهم زي معنى صح محاضرات قبل بدايه السيزون، وبيعرفوهم معنى صح القرارات او لو فيها قوانين جديده تعديلات او تعديلات في التحكيم اتغيرت، فبناء عليه بطلع وبقول 1 2 3. لكن النهارده برضو انا شايف ان في قرارات او تعديلات او لكن ما بتطبقش او ما بتنفذ. طيب النهارده انا برضو استفدت، انا برضو كده استفدت ايه؟ فالنهارده لازم احط قانون واحط معايير الكل يمشي بيه. النهارده شايفين في خبير تحكيمي، ومعنى صح النهارده معنى صح بياخد مقابل مادي، يبقى النهارده لازم اشوف في تطور تحكيمي بيحصل للحكام وبالكل سواء كبير او صغير. اهم شيء واهم شيء فعلا العداله، العداله دي تريح الجميع. النهارده انا شايف النهارده حكم كان صح ادافع عنه واقف قصاد اي حد، حكم غلط واعلن ومفيش اي مشكله، الغلط ان انا اكابر في الغلط. انا النهارده في خطا حصل، انا ابسط حاجه بعدها على طول اسرع بيان انا شفته فعلا، انت بتتكلم بعدها بماتش بساعه بيان طلع حكم غلط وبناء عليه خدنا قرارات. النادي بقى يوافق يرفض دي بقى ايه بتاعته. بس في نقطه برضو استاذ محمد لو تتفق معايا فيها، وبرضو كريم، مشكله برضو عندنا هنا في المنطقه او في مصر تحديدا الجماهير، بمعنى ان من القرارات اللي بيريرا تحدث عنها ان انت هيبقى عندك في كمان الماتشات ما بين طبعا الاهلي والزمالك لما مباريات القمه هيبقى في تحكيم مصري. النقطه دي البعض وصفها بالقرارات الكارثيه وقتها، الكلام ده كان من اسبوعين تحديدا. ليه كارثيه؟ لان انت لسه الجماهير ليست جاهزه وليس عندها من المنطق اللي يقبل ان انا اقول الحكم ده مش زملكاوي فمش هيحكم ضد الاهلي، الحكم ده مش اهلاوي فمش هيحكم ضد، يعني الموضوع لسه عند الجماهير ما فيهوش ثقه، ولسه الحكام نفسهم
ما حققوش على الأرض اللي يخلي الجماهير تثق فيهم، يعني جانب هنا وهنا وين وين يعني للأسف. فإزاي ممكن ده تحققه برضو مع جماهير لسه بعيدة عن النقطة دي بشكل كبير؟ لسه قايل من ثواني إن إحنا طالما حطينا قانون ومعايير نمشي عليه. إحنا بقالنا بنتكلم في موسمين أو ثلاثة بنتكلم إن إحنا بدأنا إن إحنا نسند الحكام مصريين لإدارة مباريات القمة، وكان بتتعلن بشكل رسمي من قبلها بمدة يا جماعة حكام مصريين اللي هيتولوا إدارة مباريات الأهلي أو الزمالك. فالنهاردة طالما أنا أخدت خطوة ومشيت على الخطوة خلاص يبقى أنا هبتدي أنفذ فعلا، وفعلا خلاص نفذه. هرجع تاني وهجيب تحكيم أجنبي أو عربي ماتشات الأهلي والزمالك أو عربي، اعتمدنا على عربي الفترة صحيح في ماتشات مثلا وليكن ماتشات السوبر تمام. فهرجع تاني ان انا هرجع تاني برضو ان انا هجيب تحكيم اجنبي، يبقى انا برجع لنقطه الصفر تاني. يا جماعه لا، النهارده طالما انا خلاص جبت النهارده خبير اجنبي ماسك التحكيم المصري يبقى انا النهارده بسنده ومعاه في قراراته. والله شايفين ان هو ما طورش وما فيش استفاده منها خلاص، زي ما حصل مع كلاتنبرج مشيناه وجبنا واحد مكانه. كلاتنبرج كان ظروفه مختلفه تماما، يعني مش اللي هو جه طبق شغله وما نجحش، يعني كان تمام. فيه الراجل ده يعتبر متفرغ لينا قاعد وبيتابع وكل حاجه تمام. يبقى انا خلاص يبقى انا معايا التحكيم المصري، وان انا اشوف التحكيم المصري يكون موجود في مباراه الاهلي والزمالك. وزي ما بيقولوا كده على الحلوه والمره بقى، يعني انا ممكن يبقى التحكيم مره معايا ومره ضد، بس في نفس الوقت وانا خلاص قبلت بالوضع ولازم اساند بقى لغايه ما نحاول نطور المنظومه بتاعتنا. نسبه نجاح التحكيم المصري في مباراه القمه رايك توصل لكام في الميه مفروض؟ على حسب الحكم على حسب الحكم ما نعرفش لسه اسماء، ما هو على حسب ايا كان لسه الاسم. تجربه هتجرب ايا كان الاسم. هو النهارده النهارده الاسماء النهارده انا طالما اخترت اسم يبقى انا شايف ان الاسم ده كفء ان هو يمسك مباراه يتولى اداره مباراه اهلي وزمالك. وانا مش هجيب اي اسم وخلاص. انت بتتكلم في اهم مباراه في الموسم وتعتبر اهم مباراه ما بين يعني الجمهورين، ان هم بيعتبروا يعني بعيدا عن الدوري احنا بالنسبه نعتبر يعني انا كجمهور اهلي مثلا بنعتبر ده بالنسبه لنا ماتش الدوري. انا واحد من الناس انا حتى لو خدت دوري يعني بالنسبه لي الماتش ده ماتش الدوري ليه خصوصيه ثانيه خالص. يعني انا افتكر يعني في 2007 مانويل جوزيه كان مريح اللعيبه ونزلنا وكان هو حتى واخد اجازه وكان بيلعب بالصف الثاني والماتش ده خسرناه 2-0 بس جينا بعدها لعبنا من نهائي كاس مصر وكسبناه 4-3 لماتش كان يعتبر من الماتشات اللي ما تتنسيش. فكنا خسرانين 2-0 وكنا زعلانين جدا وازاي نخسر وازاي وازاي وازاي. فهو بالنسبه لنا اهلي وزمالك يبقى بالنسبه لنا ده دوري لوحده. فالنهارده انا هجيب حكم يبقى خلاص الحكم ده يعني كاهلي او كزمالك انا مع الحكم ده. هاجي بقى اقول اهلاوي وهاجي اقول زمالكاوي دي النهارده هيتقال على فكره يعني عشان برضو نبقى عارفين ده. ابسط حاجه في انجلترا مثلا وهنرجع لانجلترا كان في حكم مشهور جدا هوارد ويب. هوارد ويب كتير من الناس شايفاه ان هو كان اصلا حكم يمين لمانشستر يونايتد وكان يعتبر بالنسبه لماتشاتنا ليفربول كان من يعتبر من يعني كارثي كناش بنحبه زي ايه بالظبط يعني الله يسامحه اللي فات ده. فيعني فكان بالنسبه لنا عارفين ان هو بيميل لمانشستر يونايتد بس خلاص يعني النهارده كده كده هتقبل بوضعه. هلعب الماتش بتاعي ولا مش هلعب الماتش بتاعي؟ هلعب الماتش بتاعي خلاص. بس النهارده التحكيم ميولك اركنه على جنب. انت كده ده شغلك ده عملك ده النهارده. معلش الحكام مش هواه النهارده بياخدوا مقابل مادي على طبعا. الدور بتاعهم زيه زي اللعيب زيه زي المدرب زيه زي الاداري زي. فالنهارده انت النهارده كحكم ده دورك. ولو انت عايز اهلاوي او زملكاوي او اي نادي اخر بقى وشوف بقى واللوائح بس ساعتها عاوز. هي اللي تحكم يعني. بس وين ومينك لوائح بس اهم حاجه غلط يتعاقب ولو عمل حاجه يطلع ونشيد ونقف جنبه. من الحكام ليفربول برضو عايزين نستمر مع الحقيقه ولابد ان احنا نتكلم الحقيقه على محمد صلاح. محمد صلاح منتظرين منه ان شاء الله الموسم ده لان المنافسه قويه جدا. هالاند الحقيقه حاجة ممتازه ارقام عظيمه جدا. انت شفت قلت ايه؟ قلت محمد صلاح وهالاند يعني خلاص هي المنافسة بقت فعلا المنافسه الحقيقه بقت في الحته دي لان هالاند عنده توفيق كبير جدا بيتحرك كويس جدا. صلاح حقق ارقام لكن هالاند عنده الشغف الكبير ان هو يحقق الارقام اللي جايه. حتى هذه اللحظه شفت اداء او بتشوف اداء محمد صلاح ازاي؟ مبدئيا صلاح طموح عندنا بقى عالي. احنا بنتكلم قبل هالاند احنا كنا بنتكلم في وجود هاري كين في وجود اجويرو وجود مهاجمين عظماء اساطير في الدوري الانجليزي. محمد صلاح مش مهاجم. محمد صلاح مش مهاجم. دوره انا مش مهاجم. مش دوري ان انا اجيب لك الجول. دوري ان انا اساعدك ان انا اخليك تجيب الجول. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. دور صلاح ان هو بقى يمرر تمريرات رهيبه. احنا بنشوف مثلا في ماتش تشيلسي في الجوله الاولى في الكره بتاعت لويس دياز عمل اسيست رهيب. في ماتش نيوكاسل انت بتلعب ب 10 لعيبه ومطرود منك فان دايك
عمل اسيست لداروين نونيز جاب لك بيها جون الفوز. فالنهارده دور صلاح اتغير وده كان بدايه من الموسم اللي فات. النهارده انت بشيت ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو خلاص دوره كان قل وقتها. بتكلم على صلاح كان هو لوحده خلاص يعتبر منظومه الهجوم عندك في ليفربول اتغير. وجود دلوقتي لويس دياس مع جوتا داروين نونيز وجاكبو وبنتكلم على محمد صلاح وتحتيه بونداويك. فالنهارده المنظومه بتاعت ليفربول الهجوميه بتتغير. صلاح لو هنتكلم على الهداف او كده لا هالاند لوحده مع احترامي ولكن هالاند لوحده في وجود حتى هدافين كتير في الدوري الانجليزي لكن هالاند لوحده. مانشستر سيتي مانشستر سيتي كده كده فريق هجومي وكانوا اصلا من سنتين او مستنيين او عاوزين المهاجم اللي زي هالاند. هم جابوا فعلا المهاجم اللي يقدر يحول لهم بقى ويزود اكتر واكتر واكتر من الاهداف اللي هم بيجيبوها. احنا بنشوف بيكسبوا بالاربعه والخمسه والسته وبسكور وما بيشبعوش ولكن هالاند برضو معاهم بيزيد اكتر وهو كده كده ما بيشبعش. يعني انا افتكر في ماتش شيفيلد يونايتد اللي كسبوه 2-1 في اخر دقيقه ضيع كتير وضيع ضربه جزاء جاب جون وجاب جون الاولاني وكان ما بيحتفلش زعلان ان هو اصلا ضيع ضربه الجزاء. فهو كده كده ما بيشبعش جوان وهو الصراحه اسلوبه وتفكيره يناسب جوارديولا. كده كده ما بيشبعوش بطولات فده ما بيشبعش اهداف. كل واحد ليه التارج بتاعه كل واحد ليه الهدف بتاعه. فصلاح موسم ليفربول ان شاء الله موسم كويس. صفقات احنا شايفين الصفقات دخلت مع الفريق بسرعه. بنتكلم على سبوسلاي وبنتكلم على ماكليستر. وجود صلاح برضو يعتبر صلاح في حالته ومعاه لويس دياز مع اللعيبه والحمد لله الاصابات قليله. فان شاء الله نتمنى موسم كويس لصلاح خصوصا ان هو بنتكلم ان هيكون فاضل في عقده سنه. احنا بنتكلم عقده هيخلص 2025 فهيبتدي الكلام شويه بقى هيكمل ولا هيمشي ولا الدوري السعودي ولا دوري سعودي ولا ايه. فده اللي هيتحدد بعد نهايه الموسم. ورايي ان هو كتفكير ليفربول مش كتفكير صلاح كاداره ممكن يمشي في اخر سنه يستفيدوا من العائد المادي. لكن كراي يورجن كلوب فهو اعلنها وقالها هيكمل لاخر عام لاخر العقد بتاعه وهو 2025. كويس جدا استاذ محمد. كان نفسي نخش على الدوري الاسباني والعنف اللي احنا شايفينه حاليا برضه في الدوري الاسباني وعقوبته وغيره. لكن انا مش عارفه النهارده الحلقه جايه اليوم في حاجه. نورتنا يا استاذ محمد حقيقي كالعاده يعني. شكرا لك. شكرا جزيلا طبعا ناقدنا الكبير طبعا استاذ محمد همام على المعلومات اللي بنستفيد منها بشكل كبير جدا. وبشكر طبعا يعني اكيد انا ببقى سعيد الحقيقه مع زميلتي نهوان. بتنورونا دايما ان شاء الله باذن الله تكون حلقات القادمه باذن الله فيها استفاده كبيره جدا كالعاده. انتظرونا غدا بمشيئه الله في نفس الموعد 10 الصبح في الاهلي على شاشه قناه الاهلي.